لسه مكملين الرحله. ايوه، هي رحله رغيف الحواوشي اللي جينا الشرقيه مخصوص في العزازيه علشان الناس بتتكلم والناس بتدور على مصادر السعاده، والاكل صناعه سعاده من المبهجات الحقيقه. ولسه الحدوته والرحله ماشيه لحد ما جينا عند الجدع الجميل سيد. يا سيد ازيك؟ الله يسلمك. الحمد لله. عامل ايه يا حبيبي؟ تمام الحمد لله. يا باشا انا اتشرفت بالوقفه معاك. ربنا يخليك يا رب. وعايز اقول لك ان الوقفه يعني بص انا واقف دقيقتين ثلاثه اهو في عز الحر والنار اللي جايه من الفرن ده، عايز اقول لك ربنا يقويك. الله يخليك. ويجعلك سبب كده في فرحه الناس كلها. حبيبي يا رب. انت بتعمل ايه يا عم؟ احكي لي انت دورك ايه بعد ما استلمنا الرغيف؟ انا هنا واقف الحواوشي بيجي لي من جوه في قلب الترول بالترتيب. مرصوص بقى فوق مرصوص بالترتيب. تمام. تمام بيجي برشه بميه الاول. ليه بقى؟ الوش بيبقى عليه دقيق. اه. لو دخل كده الدقيق يتحرق. حلو. ويستوي بسرعه. لا انا برشه بالميه الاول عشان الخرطوم ده رشه خفيفه كده. ميه رشه خفيفه برضو يبقى ارصه بالفرن بالترتيب. نشوف مع بعض. يلا بينا. برصه بالترتيب مع بعض. ترصه بالترتيب الرصه اللي جات لك في الترول. من يمين كده رصتها. الفرن بيشيل الفرن بيشيل 36 يعني بيشيل 18 سم. 18 سم 36 رغيف. تمام ان شاء الله ان شاء الله. ده دورين. ياخد وقت قد ايه بقى يا سيد؟ يعني انا بسوي استو براحته من ربع ساعه لتلت ساعه. من ربع لتلت. وكله يدخل مع بعضه ولا ممكن تدخل حاجه وبعدها حاجه؟ لا عادي برضه، يعني رغيف واحد جاب اثنين واحد جاب خمسه. تمام. وبرضه كل واحد عنده سر صنعته. صح. وكل واحد عنده زي ما بيقولوا التركايه الحلوه في شغلته. في الخبيز بتاع الرغيف الحواوشي ايه التركايه بتاعت سيد؟ تسويه الصنعة. تسويه صنعة. مش اللي مثلا اي حد يقف على الفرن ويسوي. لا تنشد لنفسك برضه. لا والله الحمد لله يعني. يا عم انت سيد الناس يا عم. الحمد لله. فهي انت عينك بتبقى عليه بقى كل شويه تبص ولا انت خلاص عرفت الوقت بتاعه؟ يعني اول ما ارصه اسيبه 5 دقايق وابص عليه. خمس كمان خمس دقايق كمان وادوره. بيتقلب جوه بتقلبه زي ما الوش بيطلع زي القاع من غير ما بقلب الرغيف. ما بقلبش الرغيف. وهنشوف دلوقتي مع بعض. عشان هو مولع من فوق وتحت. لا النار تحت وده كله صح. مفيش فوق دي نار. دي الطاقه القديمه. مش نار مباشر. تمام. لا دي دك. صهدي بالظبط. تمام بس. احنا هنستنى شويه كده عشان نشوفه بقى هو طالع بقى ايه. هندور مع بعضنا وهنشوف الدنيا مع بعضنا دلوقتي. طب ما تدور كده ولا لسه شويه على لسه التطبيق. دقيقتين بس ماشي. طيب تمام. لحد ما يخلص الدقيقتين. احكي لي بقى انت بتشتغل الشغلانه دي بقى لك قد ايه يا سيد؟ انا من زمن يعني بقى لي 8 سنين فيها. 8 سنين. حد كان عندك في البيت وانت اتعلمت منه مثلا؟ عم احمد طبعا. عم احمد هو اللي علمك. ابن عمي واخويا الكبير وبرده عم عمرو برده ابن عمي واخويا الكبير برده هو اللي علمك. هو اللي علمني. عم احمد علمني جوه. عم عمرو علمنا على التسويه. عدي يا عم. معلمنا على التسويق يا عم سيد. يا عم الله يخليك يا عم عمرو حبيبي. طب انت بقى قول لي بقى كلمني عن عيلتك بقى. متجوز ولا لسه سيد؟ لا لسه. طب يعني قربت ولا خاطب ولا مش خاطب؟ لا لسه. طب لا احنا نجيب لك عروسه النهارده. بص النهارده الحلقه لما تتذاع هيجي لك عرايس. انت بص عريس لقطه اهو وبيعمل حواوشي وهتدلعها وتريحها وتعمل لها حواوشي كل شويه. تمام الحمد لله. طب ليه ما بيطلعش حلو في البيت زي ما بيتعمل في الفرن؟ هو كل واحد برضه له رزق برضه. اقول لك انا ما بحبش الرد بتاع ايه. لا والله الرد الدبلوماسي ده. ايه اللي الست محتاجاه عشان تعمل تخبز رغيف حواوشي حلو في البيت؟ يعني الست برضه مش هتعمل تتبيله زي عم عمرو منسي. مش هتعمل. انا بتكلم على الحته بتاعتك. لا مش هتعمل مثلا عجينه زي عم احمد. مش هتعمل عجينه زي عم عمرو. تفرق برضه. مش هتسوي مثلا زي عم عمرو. ما حدش بيعمل اكل في البيوت. كله بيجي لك بقى كله خارج. هو شغالين كل يوميا شغالين. يوميا كل يوم شغالين. بس كان لمده مش بعيده كان يوم الاربعاء هو اليوم المهم بتاعك. البركه في عم احمد وعم عمرو هم اللي خلوا الحوش كل يوم. ربنا يقويك ويرزقك حبيبي. وانت بتعمل حاجه بتبسط الناس حبيبي. تعرف ان الاكل ده اكتر حاجه بتفرح ولا مش عارف؟ عارف. طب ايه نبص بصه؟ يلا بينا. طب اديني فرصه ابص. اديني فرصه ابص. انا مش لاحق كده بقى. انت ده هيتقلب كده عشان خلاص قرب بدوره. انت بتبقى مميز الضاني من الثاني العجلي ده ازاي؟ في علامات. حاجات بالاتفاقات بينكم. شفرات. في علامات. انتوا متفقين. كده يبقى فاضل له وقت قد ايه؟ يعني 10 دقايق. تمام 10 دقايق ماشي. وندور برضو اللي تحت.
اكتر بيوم بيبقى فيه زحمه شغل يا سيد؟ بيبقى الاربع ولا الاربع؟ هو لسه الناس متمسكه باليوم ده، مش الجمعه بقى مثلا؟ مش لا، الجمعه برضو في شغل، في اجازه، في ناس بتعزم، في عزومات يوم الجمعه كده برضو. وبيجي لكم ناس من محافظات تانية جايين مخصوص على الحواوشي بتاعك؟ يعني انا محمد شاهين بيجي لنا هنا، محمود محرم، النجم محمود محرم طبعا اللي مغني اغنيه مسلسل سلسال الدمع، تمام، صاحبه وحبيبي برضو. يعني في ناس كتير، يعني صلاح محسن نزل هنا بتاع الاهلي، هاي هاي كله جاي على الاسم، كله جاي على احمد سمير العزيزيه. انتوا هنا انا وانا جاي ناس كتير قوي بقت شغاله في الموضوع، يعني تقريبا انا طول ما انا ماشي الشوارع محلات جنب بعضها. هو رزق، يعني في فرن كتير ومجزرين كتير، بس هو رزق وبتبقى هو. لا هو طبعا ربنا يرزق الكل، بس انا اللي انا شايفه ان الناس كلها خلاص هنا بقت بتحب الشغلانه دي، وهي شايفاها انها شغلانه رزق. بس هي صنعه ونفس برضه، ده اكيد لو انتوا اتنين جنب بعض كل واحد ليه نفس، كل واحد له برضه يعني له رزق، يعني لو مالوش لا كله برضه كله بيشتغل وكله بيتراضى الحمد لله. يا بص انا عاجبني ان انت راضي وتقول الحمد لله وربنا يزيدك من الرضا ده، بس يعني ربنا ما ينساش حد. يا رب ربنا يسعدك يا حبيبي، وانا مبسوط بالوقفه معاك حبيبي، وكل سنه وانت طيب. صحه وسلامه حبيبي، وهسيبك بقى عشان تشوف الاستاذ قبل ما يحصل اي مشكله وكل حاجه. لا ما تقلقش.